شان حمزة اي تي اف سي انفو ابوني ايجام خوتي مدى بيكم. الفنان الكبير عثمان علي واتر بيطا يطول في عمره، فنان قدير جدا، والحاجه كيبداو يتسبوا واش يقول لك عقليته صعبه. عقليته ماشي صعبه، هو فنان، ادواته الفنيه صعبه، ادواته الفنيه خارقه، كفنان رائع. قلتها شحال من خطره، انا عندي عثمان علي واتر احسن ألف مره من عادل امام، مع احترامي لعادل امام في بلاده، لكن روح شوف عادل امام في بلاده يعيطوا له الزعيم، عنده المسرح الخاص تاعو، توفر له من زمان، يوفروا له كيفاش بدا عادل الإمام وين وصل، يوفروا له. احنا مثلا عثمان عريوات، انت واش دخلك في عقليته؟ وفر له، خليه يخدم. عثمان عريوات شفنا مثلا فنان متميز، فنان اللي يعرف كيفاش ينتقل من شخصيه الى شخصيه. انت لما تشوف عثمان عريوات في بوعمامه وتشوفه في الافلام الاجتماعيه اللي شفناها، تشوف فنان يعني بادوات عالميه. علاش تهمشوا، ولا علاش تحب تفرض الرقابه على اعماله؟ ما تنساوش خاوتي يضيفوا القناة، جامل الفيديو، خلونا تعليق باش نوصله.